بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد غازي السيد، مدرسة جيال المستقبل الخاصة. بالنسبة للامتحان الأحصاء مستوى الطالب المتوسط يعني مش صعب ولا حاجة يعني، حلو يعني. طب في أي صعوبة في الامتحانات؟ إيه؟ في أي صعوبة واجهتكم في الامتحانات؟ امتحان واحد بس، سؤال واحد بس يعني، مستوى الشكل بس. امتحان كويس ما فيهوش أي مشاكل؟ لا تمام تمام. المشكلة كانت في الامتحان إن هو الحمد لله عدى على خير ان شاء الله، عدى على خير بقى اللي راجل الامتحان كده باذن الله كده معاكم دعوات بس برضه درجاتها تفيد معاكم دعواتنا خاصة المسلمين في باقي الامتحانات ودعونا بقى بالنجاح سهلة باذن الله وعلى خير تمر ان شاء الله باقي السنة ان شاء الله.